أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها. عاجل: شاب يرمي بنفسه من الطابق الثاني بمراكش. ولن التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. سقط شاب من الطابق الثاني بحي الدوديش بمراكش قبل قليل من ليلة اليوم السبت. المصادر أوردت بأن الحادثة جرت بالقرب من سناك بوكاديوش. الشاب من مواليد 1999 ويشتغل في القطاع السياحي، وتحدثت المصادر على أن المعني بالأمر على ما يبدو حاول الانتحار وتعرض لإصابات بليغة على مستوى الرأس، ونقل على وجه السرعة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، وحلت بعين المكان عناصر الدائرة الأمنية السابعة والسلطة المحلية بالملحقة الإدارية أمرشيش وعناصر الوقاية المدنية، وتم فتح تحقيق حول ملابسات وظروف الحادث. كنت مع نصرة إخبارية، إلى اللقاء.